والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتم في الطياب ديالكم باش ما تكتمش عليكم الأمراض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبابنا الكرام داخل المغرب وخارج المغرب، نرحب بكم في مطبخ آل عشاب. اليوم إن شاء الله غادي نطيبوا اللوبيا الفاصوليا. اللوبيا بعد ما غسلناها وكنا رقدناها بالليل، رقدناها في الماء وغادي نسلقوها دابا، وغادي نطيبوها بدون طماطم، بدون مطيشة، بدون طماطم، غير بالبصل. وعندنا راس الثومة وكويس زيت بلدية وشويه من القزبر المعدنوس كان عندنا في الثلاجة، وعندنا هنايا الفلفل الاحمر الحلو والحار شويه على حسب الطالب، اللي بغى الحار يكون الحار كيديرو. وبالنسبه لنا التوابل اللي كاينين، كان عندنا الكمون، الكركم مطحون، والزنجبيل، والملح، والقزبر، والفلفل الاسود البزار، وعندنا جوج بصلات تنحتاجوهم مع الثوم. دابا ان شاء الله غادي نديرو الفاصوليا اللوبيا تسلق. بسم الله. على بركة الله درت الماء سخون هو، بسم الله. وغادي نخليوه يطيب وغادي نوجدو ديالنا، نوجدو العطرية، التوابل اللي غادي نديرو معاها إن شاء الله، وغتجي رائعة واحد الطريقة جيدة ورائعة اللي ما كيكونش مطيشة، وغادي طريقة صحية. دابا إن شاء الله غادي نقردو البصل ديالنا، نوجدو بما تسلقات اللوبيا كتسلق، درنا فيها شويه الملحه وحش شويه الزيت، وغادي نقردو هاد البصله الخضاريه. نوجدوهم يعني غنديرو واحد الطريقه ديال الطبخ ديالها في المقيله. ديالنا السلام عليكم. طابت اللوبيا، حنا غادي نهزوها ان شاء الله. دابا غنديروا الزويته ديالنا، بسم الله. نديروا البصله ديالنا اللي قردنا، والثومه هنا، غنديرو القزبر المعدنوس اللي قلنا، وغنديرو التوابل ديالنا كاملين، والفلفل الحلو شوية الحار، وغادي نهزو شوية ديال الماء من اللوبيا ها اللي طلقنا. الطريقة تجي رائعة ولذيذة وصحية كما تعلمون، أنها تساعد الفاصوليا عندها غنية بالألياف الغذائية وبطيئة الهضم الألياف ديالها، وكتحس بالشبعة، تبقى شبعان إذا تغديتي بها. وكذلك مزيان المولين داء السكري اللي كيعانوا من داء السكري، مفيدة لهم، كتضبط السكر في الدم بهذه الطريقة، هذه الثوم والبصل
وتهدئ الجهاز العصبي. هي غنية بالبروتينات ومفيدة لصحة الإنسان. وكتعرف الإنسان الجهاز الهضمي يحتاج إلى الألياف احتاجنا الى احتاجنا الماء كنزلوه ديال اللوبيا اللي سلقنا بها اللوبيا دابا غادي ندير اللوبيا ديالنا هنا هادي ايوا ونخليوها باش تطيب مع لاصوص السلام عليكم ورحمه الله. كما خلينا درنا اللوبيا لان غادي تكون درنا اللوبيا تطيب كما شفتوا. دابا درنا الدنجال سلقناه شويناه ونقيناه ومعه فلفله حلوه وفلفله حاره وعندنا الخل التفاح شويه وعندنا زيت الزيتون وكذلك الزعلوك الطريقه هذه الثومه الملح كمون والفلفل الحلو اللي بغى يدير الحار يدير. دابا غادي نقردو ان شاء الله غادي نديرو دابا الطويجين ديالنا هنا غادي نحطو الزويته ديالنا بسم الله يلاه غادي يسخن ها الزويته ديالنا وديها وكنديرو شويه الخل وكنديرو التوابل اللي ذكرت ونخلوه واحد شويه يتشحر الطويجين وغادي نمشيو دابا ان شاء الله نقردو هاد الفول ديالنا بسم الله حطوه معايا بسم الله غادي نضيف لنا الثومه وفلفل حلوه فلاحه حاره حمراء يتشحروا شويه. دابا غادي نرميو الباذنجان بسم الله الزعلوك ديالنا اللذيذ يتشحر واحد شويه
واوجد الحمد لله. شوف اللون ما شاء الله والمذاق رائع، ما شهيتكمش. حاولوا تطبقوا هذه الطريقه هذه، شويه الدجاج وتكردوه وديروا الثومه ديالو، راس الثومه. انا كنكثر الثومه، تنقول لكم الثومه مضاد حيوي، مفيده للجسم، مفيده للضغط الدموي، مفيده لنشط الدوره الدمويه وجيده. حاولوا تكثروا الثومه في الطياب ديالكم باش ما تكتمش عليكم الامراض. السلام عليكم. ها الفاصوليا ديالنا اللي بلا طماطم وجدات مع الفلفل الحار والدنجال الزعلوك اللي صوبنا كذلك مشوي، نحطينا ان شاء الله. الاكله صحيه مفيده كما ذكرت فوائد ديالها، طبقوها ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد مطبخ العشاب، كل شيء طبيعي وطرق سهله يتناول كل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.